مساء الخير على كل محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي اليومي غرفة 11. أرحب فيكم، أنا ثامر الحميد، ومن إعداد الحلقة زميل عثمان الصولي. مع بداية الحلقة أذكركم بأرقام التواصل، حاب يتواصل معنا على STC 8 3 4 8، موبايلي 630 590، زين 7 3 22 22. الآن رح نبدأ معترك بطولة الخليج ودورات الخليج سواء إعلاميا أو على مستوى المنتخبات على مجموعتين. نتمنى إن شاء الله التوفيق للمنتخب السعودي، رح تكون مباراته الأولى أمام منتخب العراق يوم الأحد في الساعة 7:15 مساء. راح طبعا تكون برنامج غرفة 11 جزئين، جزء منها راح نتكلم فيه على الأخبار المحلية أو حتى على الأخبار العالمية، والجزء الثاني راح نخصصه للحديث عن بطولات كأس الخليج وأخبار كأس الخليج. البداية مع أحمد عيد. تقرر أن يعقد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعا مع السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في فندق ماريديان الخبر، وذلك عند الساعة 10 صباح غدا السبت. ولما يكشف البيان الصادر من لجنة الإعلام والإحصاء بالاتحاد السعودي عن ما يتضمنه الاجتماع، لكن الشيء اللي طبعا احنا عارفينه في برنامج غرفة 11 انه راح يكون فيه حتى تواجد رجال الصحافة والإعلام في هذا الاجتماع، ونشوف طبعا الاجتماع راح يسبق افتتاح بطولة. وجه اللاعب ياسر القحطاني في تصريحات فضائية انتقادات لاذعة للاعب النصر السابق ونجم المنتخب فهد الهريفي، على خلفية انتقاد الهريفي لمدير الفني ريكارد بعد اتصاله باللاعب وطلبه انضمامه لقائمة المنتخب المشاركة في خليج 21. القحطاني في تصريح اليوم قال: من أنت حتى تقيم ريكارد بكل ما يملك من تاريخ؟ لن أرد عليك بعد هذه المرة، ولدي رسالة لك، ترى الناس جالسة تضحك عليك. هذا طبعا بالعامية، هذا كلام ياسر. وأضاف ياسر في تصريحاته: إذا فهد يقول أن ريكارد بتاريخه وإنجازاته يرتدي نظارة سوداء وأنه أعمى، أجل فهد لم يولد وغير موجود. الجدير بالذكر أن فهد الهريفي قد قال في تصريحات سابقة أن ريكارد يرتدي النظارة السوداء وأنه أقرب للعمى بعد ضمه للاعب في البطولة. أكد محمد نجيب مدير قنوات أبوظبي الرياضية في حوار مطول مع إحدى القنوات الإماراتية، وقال: الدوري السعودي لم يعد قويا كالسابق، أما قصة المليار فهي إشاعة ولم نتقدم حتى الآن بأي عرض. على خلفية طبعا اللي يمكن ما لحق على الموضوع هذا، أنه كان في أخبار طلعت أن قناة أبوظبي الرياضية، وطبعا مدير قناة أبوظبي الرياضية اللي هو محمد نجيب، فطلعت كان فيها أخبار تقول أن أبوظبي الرياضية راح تأخذ حقوق نقل الدوري السعودي أو تقدمت بطلب مقابل مبلغ مادي قدره مليار. يقول الآن محمد نجيب أن الدوري السعودي لم يعد قويا، وسالفة المليار هذه إشاعة ولم نتقدم حتى الآن بأي عرض. وأضاف: إذا كان الاستثمار مربحا واستطعنا أن ننال حقوق البث سيكون الأمر جيدا، لكن خلال تجاربنا السابقة اكتشفنا أن الدوري السعودي قائم على الأمزجة ويمكن إلغاء عقد حقوق البث في أي لحظة. يعني هم كانوا يأخذون جزء من بعض المباريات في وقت سابق، كانت أيام نقل قناة الجزيرة له، بس الظاهر أنه محمد نجيب زعلان الحين من سالفة سحب بعض المباريات اللي كانوا هم مخولين بنقلها في تلك الفترة. طبعا اللاعب يحيى عتين الجماهير الأهلاوية في تصريح خاص لمركز الإعلامي بالنادي الأهلي بأنه لا يشكو أي إصابة كما أشيع، حيث لم ينتج عن حادث السير الذي لحق به سوى خدوش بسيطة جدا في الظهر، وسيكون في اليومين القادمين في تدريبات فريق الهلاوي. وكشف اللاعب عن تفاصيل الحادث الذي نجا منه فجر اليوم بفضل الله، وقال أنه كان يسلك طريق راس النورة وسقطت سيارته في حفرة
نتج عنها انقلاب سيارته 3 مرات وخرج سالما ولله الحمد. الحمد لله على السلامة للاعب يحيى عتيم. بنطلع الفاصل قصير ونرجع فيه مع أخبار خليجي 21. حيث يرعى ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى الخليفة عند الساعة 6 من مساء غد السبت حفل افتتاح دورة كأس الخليج 21 لكرة القدم على استاد البحرين الوطني بالرفاع. وكانت اللجنة المنظمة لدورة كأس الخليج العربي قد قامت بتوزيع دعوات حضور حفل افتتاح الدورة ومبارياتها على كبار المسؤولين في منطقة الخليج العربي من وزراء ورؤساء اللجان الأولمبية ورؤساء الاتحادات الكروية والعديد من الشباب والرياضيين والشخصيات الهامة التي كان لها أثر كبير في إنجاح دورات الخليج العربي. كما قامت اللجنة بدعوة عدد من كبار الشخصيات في العالم لحضور حفل افتتاح، منهم طبعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر، ومن بينهم رئيس الاتحاد الأوروبي ميشيل بلاتيني. وانتهت اللجنة كذلك من الترتيبات الإدارية والتنظيمية اللازمة لترتيب المنصة الرئيسية، إلا أن فقراتها لن تكون من ضمن الاستاد الوطني، إضافة إلى ترتيبات حفل الافتتاح والذي راح يكون مبسطا، ما راح يكون مدته يعني تقريبا من 25 إلى 30 دقيقة نصف ساعة، وسيشهد لوحات فنية تراثية بحرينية خليجية والعديد من اللوحات التي ستقدم من خلالها رسائل عديدة، أهمها دور الرياضة في تقويم الروابط بين أبناء دول الخليج العربي والأهداف النبيلة التي وجدت من أجلها دورة الخليج. إضافة إلى أن الحفل سيتضمن مشاركة نجم الأغنية الإماراتية حسين الجسمي في تأدية أغنية الافتتاح بمشاركة المطرب والملحن البحريني نزار عبد الله والفنان أحمد الهرمي. هذا بالنسبة لأخبار حفل الافتتاح، ورح نتكلم بشكل أكبر حتى عن بطولة الخليج. ينضم لنا الآن الزميل والمؤرخ الرياضي في صحيفة الجزيرة الكاتب الكبير واللي نعد طبعا من خلينا نقول فطاحلة الإعلام الرياضي السعودي الأستاذ صالح الهويريني. حياك الله معنا أبو إبراهيم. حياك أخوي سالح، سعداء بتواجدك معنا. الله يحييك ابو ابراهيم. ابو ابراهيم، بطوله الخليج، هذا اول سؤال دائما نقوله، انت مع ولا ضد؟ لان الناس منقسمين الحين، في ناس يقول لك لها داعي وناس يقول لك لا. طيب وش رايك نبدا اول شيء موضوع ياسر والهريفي؟ ياسر والهريفي، تشوف ان الموضوع يسوى يا ابو ابراهيم؟ انا صراحه يعني ضد ازاله الموضوع بالوقت هذا. يعني البطوله تبدا بكره. يعني أنا بصراحة القناة الرياضية السعودية ما كان مفروض يثار موضوع هذا. يعني الموضوع هذا لو كان قبل أسبوع ممكن أقول، لكن بكرة البطولة يعني يجب كان تهيئ الأجواء النفسية. أخي كان المنتخب على فكرة، يعني إحنا في ناس تسأل المنتخب في السابق ينجح والآن يفشل. يا أخي في السابق كانت ظروف الأجواء الموجودة داخل المنتخب أجواء صحية تساعد اللاعب، ما عليه ضغوط كثيرة. يعني الضغوط تكون محصورة على شيء معين، الضغوط مع كل مكان تجعل على اللعيبة السعوديين. فكنت أتمنى أنه ما يثار موضوع ياسر والهرجي بالوقت هذا بالذات. يعني طيب أبو إبراهيم، طبعا احنا نحترم الزميل ماجد التويجري من المذيعين اللي نحترمهم ونقدرهم، بس تشوف أنت على سالفة الموضوع هذا أنه في بعض المذيعين يوهقون اللاعبين بالأسئلة في بعض الأحيان؟ والله ممكن، يعني أنا صراحة الملامة يجب تقع على القناة الرياضية السعودية، يعني محترامي مفروض ما كان الزميل، ما وبعدين الزميل من أفضل المذيعين، يعني كان مفروض ما يفتح الموضوع هذا. أنا صراحة استغربت، يعني زي ما قلت البطولة بكرة، أنا ركز على بكرة البطولة يعني خلاص إحنا دخلنا بأجواء الدورة. يعني الآن على فكرة لا تستغرب إنه قنوات الخليجية تبدأ تسأل ليارسليس السؤال وتبدأ تطرح الموضوع هذا من خلال برامجها. وانت تعرف القنوات الخليجية قائمة على الرياض والأخبار السعودية والإثارة السعودية عشان كثيرة عشان تستقطب أكبر عدد من المشاهدين. صحيح، وخاصة في دورات الخليج أبو إبراهيم. ماجد إنه ما يفتح الموضوع هذا يعني. خاصة في دورات الخليج دائما وسائل الإعلام الخليجية يكون بالنسبة لهم المنتخب السعودي مادة دسمة، دائما يكون الضغط عليه بشكل كبير إعلاميا، صح ولا لا؟ إيه يجب إنه ما يصير مشكلة. حنا نجيب الأشياء السلبية لنا، حنا دائما إذا جاء المنتخب راح يدور دخل يقول يا جماعة انتبهوا، ترى الإعلام الخليجي بيحاول يثير أي موضوع ردا على أساس إنه يكون في ارتباك وفي ضغط نفسي. المشكلة الآن تجي من التلفزيون السعودي من عندنا.
يعني هذه كارثة صراحة. أنا ما كنت أتمنى. طيب. أنا لي تعليق على الموضوع، بس أجل الموضوع ما أبغى أتكلم فيه الآن. يعني أنت قصدك على التصريحات سواء الهريفي أو ياسر؟ في التويتر بيحتاج ما كتبت عنه، ما أبغى أكتب عنه. لأن الموضوع زي ما قلت لك مو وقت أتكلم عنه. يا أخي المنتخب إذا ما نقف مع المنتخب ما نقف معه يعني. للأسف الأندية إذا يعني يمكن بعض المذيعين يمكن في وقت الأندية ما يسأل مثل الأسئلة هذه، يبي يحضر استقبال الفريق. المنتخب الآن صار ماله صراحة يعني الضغوط عليه صارت ضعف يمكن 10 مرات عن أول. أول كيف ينجح المنتخب؟ منتخب كان ينجح بسبب إنه الأجواء اللي عيشها صحية. من كان يتجرأ ويكتب على المنتخب كتاب أو يقول كلام مو كويس؟ طيب. وبالذات من ناحية شو اسمه أشهد من ناحية الضم لاعب وبعد لاعب ما كنا نسمعها في السابق كذا. ترى في السابق كان في أنا يعني كان في مقولة يقولوا في السابق ما كان ينضم للأجدر وما أدري كيف. يا أخي في 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 عام 92 تدري معسكر المنتخب في الطائف 44 لاعب. 44 وين اللي يقولوا ما ضم؟ كان موضوع للمعسكر الاختيار في نهاية المعسكر اختاروا 22 لاعب ولا يمشوهم. يقول الآن يقولون الآن سهل اللاعب يدخل المنتخب. لا مو سهل، من أول كان سهل مثل الآن يعني. يعني تشوف الآن أصعب يا أبو إبراهيم؟ ها لا العملية يعني ما يجي مارس كبر. هذا المدربين أحيانا يحتاج مجموعة لاعبين، أحيانا شفت ترى اللاعب النادي ممكن ما يجح مع المنتخب. فأنا استخدمه من واقع مستوى في الدوري وأجيبه، لكن أجيب بديل يشاركني في التدريب لعله ممكن هذا ما ينجح فاستفيد من اللي أنا جبته. طيب أغلب يعني المنتخبات السعودية أنا عن عايشة ترى الأعداد كانت تفوق. يا أخي رجال كان المنتخب يروح البرازيل 50 لاعب. صحيح. طيب فالآن صارت تثار الاختيارات وما أدري كيف. يجب في أشياء وسائل الإعلام صارت منفتحة أكثر أبو إبراهيم، أنه صار الآن الكل يتكلم، ندخل على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر أو غيرها أو حتى وسائل الإعلام مسموع أو مقروء أو مرئي، صار الكل يتحدث عن تشكيلة المنتخب الآن، صار الوضع منفتح بشكل أكبر. القنوات أو القنوات الرياضية اللي تابعة للدور السعودي وتغطي المسابقات المحلية كلها ممكن يعني تطلب منهم طلب، بالذات في المناسبات. أنا يجب أنه ندعم المنتخب. انا ماني ضد الانتقاد، انتقدوا كذا بس خلاص. اذا جت البطوله يجب انه خلاص نتكاسل ونصحى المدخل. الان الانتقاد ما ينفع. وش ينفع الانتقاد الان؟ طيب للاسف صار القضيه قضيه ميول وكلني يغني على ليله يعني ما قالوا. طيب لا يعني ابو ابراهيم بكل امانه يعني بعيد عن تصريح الهريفي او تصريح ياسر، ليش كل هالضجه الاعلاميه او حتى الجماهيريه يعني بعد سالفة أنه ريكر تكلم ياسر بشكل شخصي قبل انضمامه للمنتخب؟ هل تشوف أن فيها شيء؟ لا ما فيها شيء يعني مش فيها. إذا المدرب احتاج اللاعب وكان في اتصال يعني مش المشكلة؟ يعني ما فيها شيء يكبر الموضوع. يعني من اللي كلم ياسر؟ المدرب. خلاص المدرب هو المسؤول. يا أخي في لاعبين كلمهم إداريين واستدعم للمنتخب من تقصد يا أبو إبراهيم؟ في اسماء كثير يعني. شوف على فكره الكابتن ماجد عبد الله ذكر المعلومه هو بلسانه مع الزميل والزراد في الار تي. قال انا طلبني الملك فهد الله يرحمه وقال وش ناقص المنتخب؟ قلت انا ودي يستدعى الهرجه. قال تدعو بس بموجب طلب يعني بموجب الشرط ما تدعو. هذه في اي بطوله؟ في كاس العالم. كاس العالم 94. والدليل انه في كاس الخليج نفس اللي بعد 94 استبعد الهريفي. يعني أنت على فكرة ميرا هذه تذكرتها زميل ماجد التويدري ذكر من خلال تصريح ياسر إن الهريفي كان مع المنتخب اللي جاب أول بطولة خليج، وهذا مو صحيح. ما كان موجود الهريفي معهم. الهريفي كان بس مجرد كان مستبعد قبل كأس العالم، لعب في كأس العالم مستبعد بعده مباشرة. إيه كان مستبعد ويوسف نعم فترة، وبعدين صار شو اسمه طلب من أداء فطلبوا من يوسف نعم إنه برضو لأنه طلب إنه منضم من الهريفي يبغون يوسف ينضم. يوسف طبعا ما يرى نفسه انه اخطا لانه للاسف كان ايقاف اللاعبين غلط على وجهه نظري يعني. لا الهريف ولا يوسف كان ايقافهم غلط يعني. هذا ايام علي داود صح ولا لا؟ ايه يعني ذيك الفتره ما كان. الموضوع يجب انه ما نكبر المواضيع، احنا للاسف احنا نخلق مشكله لانفسنا. طيب يعني يجب صراحه اذا جاء الموضوع يتعلق في منتخب الوطن يجب نعرف فينا خط احمر. طيب
نرجع أبو إبراهيم لبطولة الخليج. بطولة الخليج أنت تشوف أن لها إيجابية خاصة على أبناء الخليج، وخاصة نتكلم حنا عندنا في السعودية الآن صار الطموح أكبر، لكن الآن بدأ في نوع من التنازلات يقول لك لا نبغى المنتخب يرجع للسابق عهده أو لنغمة الانتصارات عن طريق بطولة الخليج. والله شوف ممكن أجاوب سؤالك من شقين، يعني لو البطولة ما فيها ناس تتربص فيك تتربص فيك من داخل بلدك كان أقول البطولة لازم تستمر. يعني الأهداف يمكن غير رياضية، أهداف وعلاقة بين شعوب الخليج وبالذات في الفترة هذه، لكن الآن للأسف صار الأحد السعودي عندك أنت ضغط سقوط مطوع جاي يتشمت، ومهم قضية المشجع، أنا ما يهمني المشجع اللي يتشمت، أنا يهمني الإعلامي ويهمني في القنوات الفضائية بالذات، أتكلم في الفضاء لأن الفضاء يوصل للناس أسرع من الصحف ومن أي حاجة ثانية أي وسيلة أخرى. فدورة الخليج أنا في النهاية أنا أتفق معنا ودي تستمر البطولة لأن صراحة بطولة يعني لها إيجابيات مو من جانب رياضي بس، يعني احنا يجب ما نفكر بس من جانب رياضي. يا اخي اللحمه الخليجيه، يا اخي الان الاضطرابات في العالم وكذا، ترى زياده اللحمه من الخليج هذه مصلحتنا. صحيح. يعني انا انبسط اذا شفت الان الوفود مع بعض واللعيبه، هذه اللي نبغاه. مين قضيه بس حتى الجمهور ترى يكونون علاقات من دوله الخليج والاعلاميين واللاعبين، فيجب انه ما تواصل. صحيح. لا لكن شوف اذا كان يقال انه طلب الغادرة الخليج موجب زحمة المشاركات، صراحة يجب نلغي بعض المشاركات الداخلية المحلية للأندية، تكسر أقصد الدائرة المحلية، يجب تلغي، يعني يجب يقتصر صراحة المنتخب على الدوري وعلى كأس الملك بس. يعني ما في داعي كأس ولي العهد وكأس الأمير فيصل، فيجب أنه نقنن المشاركات. لا نجد حنا نقول عندنا احتراف، ما وصلنا الاحتراف. وعلى فكرة أنا أتحدى يكون عند الاحتراف حقيقي. أصلا إحنا في أثناء ما تساعد الاحتراف. يعني اللي بنقعد على كذا على طول، يعني بدام إن هي المشكلة عندنا عائق هي بيئتنا. لا 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 ممكن بعد 20 سنة يزين الوضع. الآن ما أحد الوضع مو من السهولة يتغير. إحنا تركيبتنا الاجتماعية معقدة. ما تساعد اللاعب على إنه يحترف. طيب ابو براهيم، الان لو انت لاعب تطلع للنادي تمرينك وصار ولدك ولا اخوك في البيت صار لحاجه مي كويسه بتترك النادي ده. لو والدتك يعني لازم عندنا احنا في الخارج المراه مع سياره وعندهم سواق باستطاعه اي واحد، فالامور هذه ساعد الاحتراف. احنا الاشياء دي موجوده عندنا بس على الاقل وان الاشياء خلينا نقول الاساسيات ابو ابراهيم غير مطبقه عندنا في نتكلم على نظام الاحتراف بشكل كامل. اي اساسيات تقصد؟ يعني اساسيات مثلا في لوائح الاحتراف، في عمل اللجان، في تطبيق اللوائح مثل لائحه الانضباط وغيرها، مثل على قولك لجنه المسابقات وكثره المسابقات، هذه كلها من اساسيات الاحتراف عندنا غير مطبقه، حتى التزام اللاعبين. لا على فكرة شوف، يعني أنا الحين أقول لك إن ما عندنا احتراف قاعد ندفع الثمن غالي. إحنا نتعامل مع اللاعب على إنه محترف كويس، لكن لما 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 تقيس واقعه ومعيشته ما يطبق احترافه. يعني عندنا مشاركات، طلع على فكرة يعني حتى في نقطة مهمة في السابق، ليش المنتخبات تتفوق؟ يا أخي تدري معسكر المنتخب، ما أذكر شوف أنا في حياتي ما أذكر معسكر منتخب جاء بعد نهاية الدوري بأسبوع، يجي بعد أقل شيء شهر ونص. أذكر حتى في لاعبين يا أخي إذا جاء مسافر أول ما ينتهي الدوري أو الموسم بصفة عامة يسافر إذا الشهر برا، وبعدين يجيش يقول يا أخي متشوق ألعب كورة. الحين من النادي للمنتخب، من المنتخب للنادي، هذا للاعب إنه يجي متشوق يلعب. لكن الآن يمكن مباراة نهائية وفيها مشاكل وجمهور وإعلام، بعد أسبوع بعد مش أسبوع يومين نجمع اللعيبة، حتى اللاعبين نفسيات بعضهم هي كويسة. وغير المعسكرات الخارجيه للانديه ابو ابراهيم، يعني انت تتكلم مثلا اللاعب يخلص مباراه، خلينا نتكلم على اخر بطوله محليه كاس الملك، يخلص اخر مباراه اذا ما وصل للنهائي، بعدين يروح لمعسكر المنتخب، يخلص معسكر المنتخب يروح مع نادي في معسكر خارجي، على ما ينتهي طبعا يكون بدا الموسم الرياضي الجديد تقريبا. وبعدين في حكام في حمايه اللاعب المنتخب بالذات كان لاعب المنتخب، في قصص كثيره يعني غير صالحه للنشر، على ما يقولون قصص كثيره. عطنا واحده ابو ابراهيم، كان في محافظه على اللاعب. عطنا واحده من القصص ابو ابراهيم.
لا لا ما في داعي، في أشياء على ما قالوا ما تذكر، ما راح أذكر أي حاجة يعني اسمح لي. طيب لأنه في أشياء كان فيها صرامة، في أشياء كثير يعني اللاعب المنتخب كان خط أحمر، خلاص المدرب المنتخب اختار ما لكم دخل أنتم. أوكي بتقول رايت بتقول شيء، بس للأسف صار فيه قمع وصار فيه افتراء وكل على اللاعبين. طيب أبو إبراهيم، أجمل الذكريات اللي أنت عايشتها مثلا في بطولة الخليج؟ والله شوف يا أخي، حنا أنا يعني يمكن كنا بسن الطفولة نقول في دورة الخليج الثانية عام 92. ما شاء الله أنت لحقت على بطولة الخليج الثانية يعني. ها؟ أقول لحقت عليها بطولة الخليج الثانية. إيه كنت رايح مع اثنين من أخواني وكنا حاضرين أول افتتاح الدورة. كان طبعا النقل التلفزيوني بدأ من الدورة الثانية، الدورة الأولى ما كان فيها نقل. يعني المنتخب ذيك الفترة كان من أفضل المنتخبات، وصراحة كان ممكن حق البطولة لولا ظروف مباراتنا مع البحرين الأخيرة يعني. طيب أبو إبراهيم، دامك لحقت من البطولة الثانية، ليش دائم البطولة 10 مرات للكويت؟ يعني لو قلنا مثلا أيام البطولات جاسم يعقوب وفيصل الدخيل وغيرها تنبلة، لكن 10 بطولات ليش؟ يعني وش السر اللي أنت تشوفه مثلا في الكويت في البطولات هذه كلها؟ الكويت في نقطة مهمة، حتى اللاعبين الكويتيين الفطاحلة يعني سمعت على الشلات يا في التلفزيون يا في مقابلة صحفية قالوا يقولون انتم عيبكم السعوديين، يعني شوف مستوى الكويت بعدين السعودية مع العراق طبعا. فذكر يقولون يعني انتم تعانون مشكلة في المنتخب، يقول حنا تكلم ذكر حتى جاسم او العنبري اعتقد تكلم وقال احنا اللاعب الدولي يمكن في الدوري ما يبدأ لكنه يرجع للمنتخب. ليش؟ حفاظا على استقرار المنتخب، يعني اللاعب ممكن يقل مستواه، ما اقول لك يغاب في الدوري في المسابقه المحليه بس ينخفض مستواه، مع ذلك يؤخذ المنتخب. الاستقرار الحناصي احنا كنا نعاني، كان في كل دوره تشكيله وكل فتره تشكيله من يومنا هنا. يعني اللاعب مستحيل تلقاه ثابت على مستوى مهين، فكانت الاختيارات كثيره يعني صراحه. يمكن من يوم جاء الزياري عام 84 انتبه للنقطه هذه، صار الاختيار يعني محصور على لاعبين معينين. يعني الزياري كان حافظ على استقرار المنتخب في وقته في الـ 84. كان الزياري ترى يمكن عنده 14 لاعب بس اللي لعبوا في كاس اسيا، 14 لاعب، وهذا سبب انه حقق نتائج وبطولات ابو ابراهيم. مين؟ اقول هذا كان سبب انه حقق بطولات مثل كاس اسيا 84. انا اقول الاستقرار مهم صحيح. يعني بعدين في نقطه مهمه، يعني شفنا احنا عرضنا على كاس اسيا وتركنا كاس الخليج، لكن في نقطه مهمه شوف تشكيله المنتخب عام 84 كانت تقريبا هي تشكيله المنتخب قبل 5 سنوات أو 4 سنوات يمكن من التصفيات هذه. شلون؟ خلنا نتكلم عن لوس أنجلوس. الزياني جاب المفتاح الحقيقي للانتصارات المنتخب اللي هو محيسن الجمعان. محيسن الجمعان بعضهم المنتخب شف يعني ماجد عبد الله ما كان عندنا مهاجم صراحة إلا ماجد في الهجوم، كان ما عندنا مهاجمين، وبعدين ماجد مرة ينصاب ورقاب ومرة يخفق ومرة، فجاء محيسن شال حمل على ماجد في المنتخب. عشان كذا يعني محيسن كان ترى شف أنا أقولك محيسن كان له دور كبير في 84 لوس أنجلوس وكأس آسيا لا يقل عن دور أي لاعب في المنتخب إن لم يكن أفضلهم. أنا وجهة نظري يمكن من أفضل اللاعبين حق المنتخب كان محيسن الجمعان. وش الرابط قبل 4 سنوات أبو إبراهيم؟ شلون؟ أقول كل أخفاق يعني قبل كأس آسيا كان كل أخفاق كانوا في دورات الخليج ولا في يمكن ما في دورة الخليج، كان في دورة أزمير الإسلامية في 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 تركيا. يعني حتى كان منتخب مو بسيء، بس أقول لك ما كان فيه، لكنه بعد يعني شوف الهجوم تشكيلة المنتخب كان حاني هجومية صراحة، ما في إلا ماجد يا أخي. مباراة كأس العالم تصفيات كأس العالم 82 عفوا ما كان عندنا ماجد، إذا غاب ماجد خلاص حطينا على قلوبنا. طيب على طاري هالموضوع ما في مهاجمين أبد يعني ما في. طيب أبو إبراهيم على طاري هالموضوع، الآن بوضع المنتخب اللي تشوفه، وحنا المفروض نوقف مع المنتخب، تشوف إنه ممكن يكون في نتائج إيجابية ممكن؟ والله يا أخي شوف في دورة مثل الخليج لأنه الجانب النفسية تلعب، وللأسف يعني يجب صراحة يجب يحذر لاعبينا من الانزلاق وراء الإعلام. يعني يجب يكون فيه
توجيه مدرب اللاعبين وسرعهم وكذا. فأقول يا جماعة لازم نتساعد، وعشان نتساعد لازم نطبق الشيء هذا. يعني أحيانا لما تجي عن طريق أوامر ترى هني بكويسة، يجب أنك توجه. يعني حتى أنا عايش لاعبين كثير فكانوا يقولوا الكلام هذا، هو يا أخي الإدارة كويس ما يجي يحط لك قيود كأنك في عسكرية، لا يقول لك يعني يجب أن تساعد، أبغاكم تساعدوني. عشان كده تحسس اللاعب قيمته، يعني ما كان تفاوت مستوى ثقافة اللاعب وتفكير يختلف من اللاعب الآخر. يعطيك العافية أبو إبراهيم، شكرا لك ولتواجدك معنا اليوم، وإن شاء الله دائما تكون معنا إن شاء الله الزميل الأستاذ صالح الهويريني. ألف شكر لك وعلى هالمعلومات وعلى هالتاريخ في بطولة أو بطولات الخليج. إن شاء الله بكرة بناخذ أخبار وتصاريح لكثير من المدربين وكثير من اللي بيحضرون إن شاء الله حفل افتتاح في برنامج الجولة من السادسة وحتى السابعة مساء. تصبحون على ألف خير.